فرغ المصنف من بيان أحكام الشهيد. نعم. بعده يبين مسألة التلقين، هذا عام لجميع الموتى. ويندب أن يلقن محتضر ولو مميزا. يلقن محتضر، هذا تلقين، يعني أولا تلقين المحتضر، ثم بعد ذلك سيأتي تلقين الميت في القبر. تلقين تلقينان، هذا تلقين المحتضر هو الأول. ولو مميزا على الأوجه، يعني في المميز غير البالغ خلاف، هل يلقن أو لا يلقن؟ ماذا يلقن؟ يقول فيما بعد الشهادة، أي لا إله إلا الله. لو احتضر الموت، لاحتضار الموت علامات، فإذن رويت هذه العلامات بمريض أو بصحيح، إذن لو علم احتضار الموت حضور الموت لهذا الرجل يلقن، هذا شهادة، يعني مجرد قوله لا إله إلا الله، لا يقول لا يلقن بصيغة الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله، هكذا لا يلقن، بل يلقن لا إله إلا الله فقط. هذا تلقين محتضر، يعني محتضر مسلم. أما محتضر كافر سيأتي حكمه. أما لماذا يلقن المميز؟ مميز لماذا يلقن؟ هذا لحصول الثواب التي سيأتي ذكر ثواب، يعني دخول الجنة مع الفائزين الأولين. فإذن لو لقن مميز ثم بعد ذلك هو قاله، صار آخر كلامه هذا القول، يكون له هذه الفضيلة، يعني فضيلة دخول الجنة مع الفائزين الأولين. فإذن لو كان لأجل هذا لماذا يترك غير المميز؟ وقال ولو مميزا، هذا قوله ولو مميزا يفيد أن غير المميز، يعني الصبي غير المميز لا يلقنه، ليس كذلك، بل غير المميز أيضا يلقن. في شرح البهجة، وكلامهم يشمل الصبي والمجنون فيسن تلقينهما وهو قريب في المميز، هكذا ذكر ابن القاسم في شرح البهجة. ابن القاسم لا، زكريا الأنصاري. نعم. ثم وانظر لو كان نبيا واللوجه لا محذور من جهة المعنى، هكذا كتب في حاشيته ابن القاسم في على التحفة. وفي ابن القاسم على البهجة قوله وهو قريب في المميز، لا يبعد أن غير المميز كذلك، إذن غير المميز أيضا كذلك، كذلك النبي لو احتضر هل يلقن؟ نعم يلقن، هكذا ذكر ابن قاسم. نعم. لكن اعترضه الشرواني، ما نقله عن ابن قاسم على حجر من قوله واللوجه، يعني في الأنبياء يلقنون، كذلك في عشيته على شرح البهجة من قوله لا يبعد، يعني أن يلقن الصبي غير المميز، لا يخفى بعده، هكذا ذكر الشرواني. لكن اعترف ما ذكر ابن قاسم، من اعترف علي شبر مليسي، وإذن هما متفقان من أصحاب الهواشي الذي اتفق ابن قاسم وعلي شبر مليسي يكون راجحا لأجل هذا الثواب، يعني العلة موجودة لذلك يلقن غير المميز أيضا. نعم. ثم فإذن ما هو معهد الكلام أو أهمية هذه الغاية ولو مميزا؟ هذا للرد، بعض قال أن غير المميز، لأن الصبي المميز لا يلقن، نظرا إلى هذا الخلاف أتى بهذه الغاية، ليس لنفي غير المميز من التلقين. نعم. على الوجه ماذا يلقن؟ يلقن محتضر الشهادة، شهادة مفعول يلقن. ما هي الشهادة؟ أي لا إله إلا الله فقط، لا إله إلا الله فقط معناه ليس
مع زيادة محمد رسول الله يعني الشهادة عند الإطلاق لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا هو كلمة الشهادة ثم يكون في كلمة الشهادة هذه صيغة الشهادة يعني أشهد أن لا إله إلا الله لكن في هذا المكان لا يكون كلاهما بل مجرد لا إله إلا الله فإذن قوله فقط لنفي هذين بدون صيغة الشهادة وبدون الجزء الثاني من كلمة الشهادة نعم لخبر مسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله نعم فإذن لو أضيف هذه الشهادة يعني ملقن لقن هكذا أشهد أن لا إله إلا الله فهذا المحتضر ذكر هكذا مع صيغة الشهادة ثم مات أو لقنه مع محمد رسول الله وهذا المحتضر سمع ثم ذكر تمام هذه الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله هل يفوته هذا الفضل؟ الوارد في الحديث نعم يفوت هذا هو الراجح لكن بعض من العلماء قالوا لا يفوت لأن المراد من الحديث كون آخر كلامه هذه الشهادة ليس مجرد قولي لا إله إلا الله لكن نظرا إلى ظاهر الحديث خصص العلماء هذه يعني كلمة لا إله إلا الله فقط نعم يثاب هذا الثواب لو كان آخر كلامه لا إله إلا الله نعم لخبر مسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله لكن هنا ذكر لقنوا موتاكم موتا جم ميت فإذن يكون هذا بعد الموت لكن فرض المسألة في المحتضر كيف يكون هذا الحديث دليلا لهذا الدليل يتخلف عن الدعوة لهذه الشبهة فسر المصنف هذا الحديث هذه الكلمة موتاكم يعني من حضره الموت هكذا تسمية للشيء بما يصير إليه يعني يعتبر المآل هكذا سيكون ميتا وهكذا فسر هذا الحديث شرح هذا الحديث شراح الحديث لأجل ذلك الميت هنا في هذا الحديث مراده من حضره الموت فإذن صار دليلا نعم ثم نظرا لظاهر هذا الحديث هذا لقنوا موتاكم لا إله إلا الله استنبط بعض العلماء مشروعية التلقين الميت قول لا إله إلا الله بعد موته هذا التلقين بعد موته ما معناه يعني رجل يقرأ هذا الشهادة كلمة الشهادة عددا معينا ثم يوصل ثوابه إلى الميت التلقين يكون بطريق إيصال ثواب هذا الذكر إلى الميت فإذن نظرا إلى ظاهر الحديث استنبط هذه المشروعية هذا أيضا مشروع ثم ورد في بعض الأحاديث هذا العدد المعين 70,000 يلقن للميت يعني يذكر قول لا إله إلا الله 70,000 مرة ثم بعد ذلك يوصل ثوابها إلى الميت فهذا عرف بالمنجية المنجية نعم المنجية الصغرى ثم مع الخبر الصحيح من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة أي مع الفائزين فإذن يلقن هذا بسبب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لقنوا موتاكم ثم مع الخبر الصحيح لخبر مسلم مع الخبر الصحيح وهذا أيضا معتبر هنا لماذا؟ لمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله فإذن هكذا لقن المحتضر قول لا إله إلا الله وقاله ثم بعد ذلك لو نطق
بكلمة أخرى، سواء كان ذكرا ممكن هو ذكر الحمد لله أو سبحان الله أو ما شاء الله هكذا ذكر، يلقن يعني يشرع أن يلقن مرة أخرى حتى يكون آخر كلامه لا إله إلا الله. لأجل ذلك أتى بهذا الحديث أيضا، نعم لا إله إلا الله دخل الجنة. ما معنى دخل الجنة؟ أي مع الفائزين، وإلا يدخل كل مسلم، نعم، وإلا فكل مسلم ولو فاسقا يدخلها، يدخل الجنة ولو بعد عذاب والعياذ بالله وإن طال. نعم، الفاسق أو العاصي لو لم يغفر الله سبحانه وتعالى له ذنوبه هذا يعذب في الله في النار، ثم بعد تعذيبه بمقدار معاصيه يخرج من النار ويدخل في الجنة. فإذن لا يكون لهذا العمل خصوصية ثواب، مع أن هذا الحديث جاء لماذا؟ لبيان خصوصية ثواب لهذا الرجل الذي صار آخر كلامه لا إله إلا الله. فإذن ينبغي أن يكون دخول الجنة معناه مع الفائزين. ثم لو كان هذا رجل فاسق يلقن، فإذا لو لم يتب هذا الرجل كيف يدخل يعني مع الفائزين الأولين؟ فإذا الرجل لو لم يستحق أن يدخل مع الفائزين الأولين لا يوفق لأن يذكر هذه الشهادة عند موته، ولا يوفق أن يكون آخر كلامه هذا، بل وهو يأبى يلقن يلقن مع ذلك هو لا يقول بل يأبى. فإذا رجل فاسق مثلا لقن ثم ذكر وصار آخر كلامه هذا، فماذا معناه؟ يعني الله سبحانه وتعالى عفى عنه، فهذا القول صار دليلا وعلامة على أن الله تعالى عفى عن سيئاته، يكون بسبب حسنة أخرى أو يكون بمحل فضل الله تعالى. نعم، فإذن في جميع المحتضرين المسلمين هذا الاحتمال. نعم، لأجل ذلك يلقنوا ولو بعد عذاب وإن طال العذاب. نعم، وقول جم يلقنوا محمد رسول الله أيضا، يعني ندبا يلقن محمد رسول الله أيضا، لأن القصد موته على الإسلام، ولا يسمى مسلما إلا بهما مردود. قول جم مردود يعني هذا محترز قوله فقط، يلقن شهادة لا إله إلا الله فقط، لا يلقن محمد رسول الله، لكن ذكر جم يلقن محمد رسول الله أيضا. لماذا؟ توجيههم هذا لندبية تلقين هذه الكلمة أيضا، لأن القصد موته يعني موت هذا المحتضر على الإسلام. ولا يسمى مسلما إلا بهما، رجل لا يكون مسلما إلا بالنطق بهذين الجزئين للشهادة، لو نطق بأحدهما لا يكون مسلما. هذا عند سادتنا الشافعية رضي الله عنه في هذه المسألة خلاف، بأي شيء يدخل واحد في الإسلام، بأي شيء يعتبر واحد مسلما. عند بعض العلماء يكفي قوله أنا مسلم، لا حاجة إلى شيء من الجزئين للشهادة، بل لو قال رجل أنا مسلم يعتبر مسلما، يجري عليه أحكام الإسلام ظاهرا عند بعض العلماء. نعم، فإذا هذا عند سادتنا الشافعية رضي الله عنه، ثم لأن القصد موته، وهذا قول مردود. لماذا؟ بأنه مسلم، وهذا رجل مسلم هو الذي لقن، فإذا يلقن محتضر معناه محتضر مسلم. وإنما القصد، ثم هم قالوا لأن القصد موته على الإسلام، وهذا إذن ليس بمستقيم. مصنف يبين القصد، يعني القصد من هذا الحديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، لأجل كونه موته على الإسلام هكذا ذكره، لكن المصنف يقول القصد خاتم كلامه بلا إله إلا الله،
لماذا؟ ليحصل له ذلك الثواب، يعني دخوله مع الفائزين الأولين. ثم وباحث التلقين هي الرفيق العلى، لأنه آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم مردود. بعض بحث هكذا يلقن الرفيق العلى أيضا، بعد تلقين لا إله إلا الله ماذا يلقن؟ الرفيق العلى. دليله ماذا؟ لأن الرفيق العلى آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أيضا مردود بأن ذلك لسبب لم يوجد في غيره. يعني نتق النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة لسبب خاص، وهذا السبب الخاص لا يوجد في غيره، لأجل ذلك لا يلقن. ثم لو لقنا يكون مخالفا أيضا لهذا الحديث، يعني الحديث الماضي الذي رواه مسلم، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، الذي لقن بعده الرفيق العلى لا يكون آخر كلامه لا إله إلا الله. نعم، لأنه آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم مردود. بأن ذلك لسبب لم يوجد في غيره، ما هو السبب؟ وهو أن الله خيره فاختاره، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خيره الله تعالى بين الموت والحياة، فإذن اختاره معناه اختار الموتى، الموتى نعم، اختار الموتى. ما معنى اختار الموتى؟ يعني لحوقه إلى الرفيق الأعلى. من هو الرفيق الأعلى؟ هو الله سبحانه وتعالى. عندما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين بقائه في الدنيا وبين لحوقه بربه، اختار لحوقه بربه وذكره ونطق بهذا الاختيار وقال الرفيق الأعلى. فإذا لو أتى به يفوته ذاك الفضل السابق، نعم، لأجل ذلك ينبغي أن لا يلقن. ثم وأما الكافر، وهذا الذي سبق يعني تلقين مسلم، أما الكافر ماذا يلقن؟ هل يلقن بشيء؟ بما يلقن؟ نعم، هو أيضا يلقن، كافر احتضره موت، حضره الموت، يلقنهما يعني الشهادتين قطعا بدون خلاف، ليس هناك خلاف، يلقن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، مع لفظ أشهد لا يكفي لا إله إلا الله محمد رسول الله، بل مع لفظ شهادتي لوجوبه أيضا على ما سيأتي فيه. نعم، لوجوب لفظ أشهد هذا واجب أيضا، أيضا معناه كما أن الشهادتان واجبتان، شهادتان واجبتان، كذلك يجب لفظ أشهد على ما سيأتي فيه، يعني على ما سيأتي في لفظ أشهد، أين يأتي؟ في باب الردة. نعم، إذ لا يصير مسلما، هذا الكافر يلقنهما، لماذا؟ لأن الكافر لا يصير مسلما إلا بهما. نعم، لأجل ذلك. فإذا تلقين الكافر لإسلامه، أما تلقين المسلم لأجل حصول نيله هذا الثواب الخاص. فإذا الكافر لو لقن بهاتين الشهادتين وهو نطق بالشهادتين بعد ذلك هو صار مسلما، فإذا يلقن مرة أخرى هذا مجرد لا إله إلا الله، ثم لو نطق وهو يجد هذا ينال هذا الثواب الخاص أيضا. نعم، وأن يقف جماعة بعد الدفن عند القبر ساعة يسألون له التثبيت ويستغفرون له. نعم، هذا سنة أخرى. نعم، أعتفن على قوله أن يلقن، إذن يسن يندب أن يقف جماعة بعد الدفن، يندب أن يقف جماعة من الناس بعد الدفن. ممكن بعض الناس عندهم سرعة عذرهم وهو ينصرف بلا بأس، يفوته لا لكن يفوته هذا الفضل. نعم، بعد الدفن يقف جماعة
فإذا ألا يكون واحد، هذا مراد قوله جماعة، ألا يكون واحد ولا اثنين، بل يعني ينبغي أن يكون جم كبير. لماذا هذا الوقوف؟ أولا لإيناس الميت في قبره، عندما دفن هذا الميت في قبره يجد وحشة وغربة، لإيناسه هم يقفون، كما ورد عن بعض الصحابة وصيته لزملائه لأحبائه أصدقائه، ماذا وصى به؟ وصى بعد الدفن هم يقفون حول قبره حتى يستأنس بهم، هذا ثبت في الحديث في صحيح البخاري. نعم، إذن هذا أن يقف جماعة بعد الدفن عند القبر ساعة، يقف ساعة يسألون له التثبيت ويستغفرونه، ثم ماذا يفعلون هناك؟ هم يسألون له التثبيت وكذلك يستغفرون له، هذا أمران، تثبيت أمر، استغفار أمر آخر. فإذن وهم يعني يدعون له بالمغفرة، اللهم اغفر له وارحمه، هكذا اللهم اغفر له وارحمه، هكذا يدعو. وكذلك التثبيت يعني سؤال التثبيت بنحو قوله اللهم ثبته على الحق، اللهم لقنه حجته، هكذا ذكر عليه شبرام لسي، اللهم ثبته على الحق، اللهم لقنه حجته، هكذا، أو اللهم ثبته عند السؤال، وهكذا، وألهمه الجواب، ثم وهكذا. يعني اختلفت صيغة التثبيت، وأيا كان يحصل هذا الثواب، يعني هذه سنية تتعدى بكل صيغة يدل على التثبت للميت. لماذا اختلفت الصيغ؟ صيغ اختلفت بأنه لم يرد صيغة خاصة في الحديث، بل هذا يسأل له التثبيت، يسأل له التثبيت، هكذا ورد في الحديث فقط. نعم، ثم قال ساعة، هل يقدر بأي شيء يقدر هذه الساعة؟ كما ورد في الحديث بقدر ما تنحر الجزور ويفرق لحمها، كم يبقى يعني ساعة، فهذه الساعة تسع لأن يذبح جزور ثم يفرق لحمها، وهذا المقدار، هذا القدر كيف يقدر بالساعة الفلكية؟ معنى الساعة في قول المصنف يعني مدة زمن، جزء من الزمن، الساعة الفلكية غيرها، يعني الساعة الفلكية هو جزء واحد من 24 جزءا ليوم وليلة، لتمام يوم وليلة، هذه هي الساعة الفلكية. فإذن بأي قدر من الساعة الفلكية يقدر؟ قال العمودي في حسن النجوى وذلك الزمان قدر ساعة وربع أو ثلث فلكية تقريبا، فمقدار الساعة 900 تسبيحة، ومقدار ما يمكث على القبر 1200 تسبيحة على اللحوة، هكذا ذكر في البغية، نقل في البغية. نعم، فإذن هذا ساعة وما بين ربعها وثلثها، هذا هو ربعها وثلثها، معناه ما بين 15 دقيقة و20 دقيقة، هكذا. نعم، هذا هو ساعة يبقى عند القبر، ثم وتلقين بالغ ولو شهيدا بعد دفن، هذا تلقين آخر، والذي سبق يعني تلقين عند الاحتضار صيغته يعني لا إله إلا الله فقط، هذا التلقين هو شوي طويل، ليس لا إله إلا الله فقط، هذا سيبين، هذا أيضا يندب، وتلقين بالغ يعني يندب تلقين بالغ، بالغ هنا بالغ فقط، عاقل سواء كان مجنونا، لكن لو سبق له التكليف، لماذا؟
وهذا التلقين لأجل استيقالها يعني عند سؤال استيقال لاندباه الميت إلى هذا العهد عند السؤال في القبر. هذا لأجل ذلك خصص بالبالغ أيضا لأن غير البالغ لا يسأل في القبر، فإذا لا حاجة إلى تذكير هذا العهد. هكذا نظر إلى المعنى. نعم. أما فيما سبق يعني ذكرنا في المحتلر يلقن ولو مميزا أو غير مميز، لأن ذلك لأجل ثواب خاص، وهذا الثواب الخاص يحصل ينبغي أن يحصل هذا المميز وغير المميز كلهم. نعم. بالغ ولو شهيدا، هنا يلقن الشهيد أيضا كما اقتلاه اطلاقهم خلافا للزركشي. أما الإمام الزركشي قال لا يلقن الشهيد، لماذا؟ لأجل أمنه من سؤال القبر، هم قالوا ليس لهم سؤال في القبر فلا حاجة. فإذا هذا سنية وندب تلقين بعد الدفن مبني على سؤال الميت في القبر. نعم. للزركشي بعد تمام دفن، متى يلقن هذا؟ بعد تمام دفن. وفيما سبق أيضا قال بعد دفن وأن يقف جماعة بعد الدفن، ثم تلقين بالغ ولو شهيدا بعد تمام دفن. هذا أيضا بعد تمام دفن، والذي سبق أيضا بعد الدفن أن يقف جماعة بعد الدفن. ثم هذا التلقين من يتولى؟ واحد من هؤلاء الجماعة. فإذا ماذا يقدم؟ هل هذا التلقين أو يعني سؤال التثبيت والاستغفار؟ هذا المقدم سؤال التثبيت والاستغفار. بعد التثبيت يلقن بالغ، هكذا تلقين بالغ بعد التثبيت، ثم هذا بعد تمام الدفن. هكذا الأفضل يعني تأخير التلقين عن يعني التثبيت والاستغفار. فإذا هكذا هم جماعة يقفون ويسألون له التثبيت ويستغفرون له، هكذا هكذا هكذا، ثم أخيرا التلقين. نعم. هذا هو الأفضل، لو عكس يحصل هذا الثواب، لكن أفضل هكذا. ولو شهيدا كما اقتلى اقتلاقه بعد تمام دفن. فيقعد رجل قبالة وجهه، هذا التلقين من رجل واحد، أما التثبيت والاستغفار من جميع هؤلاء الجماعة. يقعد رجل قبالة وجهه يعني مستقبلا لوجه الميت، ليس مستقبلا لصدر الميت بل لوجه الميت، كأنه يلقن. فإذا وهو هذه الصورة هو أحسن بالنسبة إلى التلقين. ثم الرجل، هكذا قال الرجل، هل يعتبر فيه شيء؟ نعم. ويقعد الملقن عند رأس القبر، من وينبغي أن يتولاه، ذكر في المغني، وينبغي أن يتولاه أهل الدين والصلاح من أقاربه وإلا فمن غيرهم. يتولى من يتولى أهل الدين والصلاح من أقارب الميت، لو لم يكن أحد حاضرا من أقارب الميت من أهل الصلاح والدين فيتولى واحد من غيرهم، يعني يقدم رجل صالح لهذا العمل. نعم. ثم ويقول يا عبد الله ابن عمة الله، هذا صيغة التلقين. فإذا هو يجلس لا يقوم،
أما هناك سؤال التثبيت والاستغفار قائمين فهذا قاعدا جالسا. يقول يا عبد الله ابن عمت الله اذكر العهد الذي خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد رسول الله وأن الجنة حق وأن النار حق وأن البعث حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا ربي الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلته رب العرش العظيم. نعم هذا هو صيغة التلقين. ثم هذا يكرر يعني يكرر ثلاث مرات يعيد ثلاث مرات كما سيأتي. فإذا هنا النداء بقوله يا عبد الله ابن عمت الله النسبة منصوبا مضافا إلى أمه سيأتي بحث عنه. اذكر العهد الذي خرجت عليه من الدنيا ما هذا العهد؟ هذا شهادة لا إله إلا الله. فإذا كل ما يذكر بعده بدل من العهد هذا شهادة. ثم بعد ذلك أن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كذلك شهادة أن الجنة حق شهادة أن النار حق وبكل هذا كنت تشهد يعني هذه كانت شهادة في ضمن كلمة الشهادة. معنى كلمة الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله معناه أشهد بصدق كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله تعالى وفي ضمنه هذه الأمور كله. ثم أخيرا وبالمؤمنين إخوانا ربي الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلت هو رب العرش العظيم هكذا يلقن. ثم بعد ذلك يعني وهو يتوكل على الله الملقن أذكر العهد الذي كنت عليه أذكر العهد الذي كنت عليه. هل يونس في الأنثى أذكري العهد؟ قال علي شبرام الرسي المراد نعم هذا يؤنث الضمير كما سيأتي. فإذا الخطاب يؤنث ثم أنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وهكذا الخطاب يؤنث وهنا أيضا أذكري العهد. ثم ما معنى الذكر هنا؟ أذكر الذكر هو التذكر القلبي أو الذكر اللساني اختلف أصحاب الحواشي. نعم هذا الراجح أنه الذكر القلبي وهذا الذكر القلبي هو الذي يعين على جواب سؤال الملكين. نعم أما لا حاجة إلى ذكر هذا ذكرا لسانيا في القبر بل ماذا يسأل وهو يجيب عن السؤال. نعم هذا التذكر القلبي يساعده على الجواب. نعم ثم بعد ذلك قال شيخنا ويسن تكراره تكرار التلقين ثلاثا واللولى للحاضرين الوقوف وللملقن القعود. نعم الحاضرين الوقوف يعني هناك هؤلاء يسألون التثبيت ويستغفرون كذلك حاضرون لدفن الميت وهؤلاء يقفون والملقن يقعد. لماذا؟ ممكن هذا بسبب قربه للميت وهو أفضل للتذكر. نعم أما هؤلاء القائمون الحاضرون وهم يدعو الله تعالى لذلك لا يعتبر فيهم هذا المعنى معنى القرب للميت. ثم ونداؤه بالأم فيه أي إن عرفت وإلا فبحواء لا ينافي دعاء الناس يوم القيامة بآبائهم لأن كليهما توقيف
لا مجال للرأي فيه. فإذا هنا قال يا عبد الله بنعمة الله، وهذا كناية. فإذا ينادى باسمه واسم أمه. مثلا لو كان الرجل الذي مات وإبراهيم مثلا أمه فاطمة، فإذا ينادى يا إبراهيم ابن فاطمة، هكذا يصرح باسمهما. وهذا الذي مذكور يعني أولا هو كناية. نعم. فإذا أي إن عرفت، يعني إن عرفت اسمها، إن عرف اسم أمها ينادى بأمه، إذن وإلا فبحواء. هذا سواء في الذكر والأنثى جميعا. لو كانت هذه المرأة اسمها مريم وأمها فاطمة، فإذا ينادى بقوله يا مريم ابنة فاطمة، هكذا. لو كانت أمها معروفة ينادى باسمها، وإلا ينادى بحواء بنت حواء، كذلك ابن حواء، هكذا ينادى بذكر اسم الأم الأولى. نعم. هذا النداء لا ينافي دعاء الناس يوم القيامة بآبائهم. أما في يوم القيامة هناك يكون نداء، وذاك النداء يكون بأسماء آبائهم، ليس بينهما تناف. لماذا؟ لأن كليهما توقيف لا مجال للرأي فيه. يعني هذا النداء في التلقين لا يقاس على النداء في يوم القيامة، لا يقاس عليه، ولا ينادى باسم الأبي قياسا عليه. لماذا؟ وهذا صيغة التلقين وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، نفس هذا قد ورد في الحديث. وهناك ورد هكذا يا عبد الله بن عمت الله. وآخر يعني نداء يوم القيامة أيضا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، هناك أخبر بذكر أبيه. فإذا كلاهما توقيف، يعني موقف على لسان الشارعي، يعني على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، لا دخل للرأي فيه، يعني لا يقاس أحدهما على الآخر، بل يوقف كلاهما على هذا التوقيف. فإذا ما هي الحكمة بين الفرق؟ فيما أعتقد يعني هذا هنا في تلقين الميت بعد الدفن هناك الرأفة من الميت، النداء بالأم فيه رأفة، وهذه الرأفة لا تكون بالنداء بالأبي. ممكن باعتبار هذه الرأفة ينادى بأمه. أما في يوم القيامة لماذا ينادى؟ لإظهار شرف نسبه. فإذا النسب يعني يظهر ويعلم بندائه بأبيه، لذلك هناك مقصود وهنا مقصود، حكمة يعني حكمتان مختلفتان، لذلك تغاير النداء. نعم. والله أنه يبدل العبد بالأمة، يا عبد الله ابن أمة الله، في الأنثى بأن يقول يا أمة الله، ويؤنث الضمائر عندها. فإذا ظاهر هذا القول أن هذا الميت لا ينادى باسمه. نعم، الميت لا ينادى باسمه، بل ينادى بعبد الله أو أمت الله. أما اسم يعني هذا العبد أو الأمت تنسب ينسب إلى أمه أمها، ثم يصرح باسم أمه لو كانت معلومة، هكذا. لذلك إن عرفت هكذا هناك تقييد، ومن ذلك يظهر أن اسم الأم يصرح، ومن هذا القول يظهر أن اسم هذا الميت لا ينادى به. نعم. فإذا كل ميت ذكر ينادى بيا عبد الله، ثم ابن
فلانه 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 هكذا لو كانت معروفه الا يعني ابن حواء. كذلك في كل ميت انثى هكذا يا امت الله ثم بنت فلانه 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 هكذا يختلف. نعم.